السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل، أرجو أن تكونوا بخير، أرجو أن تكونوا بصحة جيدة. تحية لكل المتابعين، نستبع في كل تحية إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في فيديو جديد يا إخوة. أول شيء نعبوا البنزين وبعدين نواصلوا بقية الطريق بإذن الله. خليكم معنا يا إخوة، كان عجبكم فيديو اليوم بس مش تعطونا لايك والاشتراك في القناة الإخوة اللي مازالوا مشتركوش، وتابعونا. طبعا يا اخوة كما شفتوا في اخر فيديو، وصلنا لجزيرة سابان، الجزيرة الاندونيسية اللي تقع في اقليم اتشي. كذلك وصلنا الى نقطة الصفر لدولة اندونيسيا المتواجد في جزيرة سابان. الان يا اخوة في طريق العودة. طبعا قبل شوي اخذنا العبارة، طلعنا من الجزيرة والان راجعين الى ميدان، ولكن طريق العودة يا اخوة مختلف على طريق اللي جانا منه من ميدان، فسيكون طريق مختلف ولكن ابعد شوي. ولكن باش نمر على كثير من المناطق والمناظر الطبيعية، وحسب المعلومات اللي عندي ان الطريق ممتع جدا غير الطريق اللي جانا منه، يعني كثير من القرى والمباني وزحمة وحر. اما الطريق العودة باش يكون من جهة اخرى، وباش تشوفوا مناظر طبيعية رائعة جدا ما شاء الله تبارك الله. وفي نفس الوقت يعني المناطق اللي باش نمر عليها الكل هي مناطق تابعة في اقليم اتشي، يعني اقليم اتشي كما قلت هو اقليمي اخوة، يتكون من عدة قرى ومناطق ومدن. فان شاء الله باش طريق العودة باش يكون مختلف يا اخوة، ان شاء الله تستمتعوا بالفيديو. كان اول مرة تتبعني، معك اخوك معز رحالة تونسي، قاعد نقوم برحلة حول اندونيسيا. اللي ما شافش الفيديوهات يتفضل يشوف الفيديوهات عندي في القناة من بداية رحلتي. وشرفني الاشتراك في القناة ومتابعة الفيديوهات. كما تشوفوا يا اخوة يعني الطريق ممتع جدا وطريق جميل. فطريق العودة بإذن الله مختلف، وباش نحط لكم كذلك مسار الرحلة باش تفهموا يعني الطريق اللي انا مر منه الآن، يعني تفهموا يعني على الخريطة. يعني طبعا بعد ما نكمل ان شاء الله رحلتنا حول اقليم اتشي يا اخوة، ونرجع الميدان، تتبقى جزيرة كاليمانتان فقط يا اخوة، وخلاص انتهينا من الرحلة حول اندونيسيا. بصراحة الرحلة حول اندونيسيا رحلة متعبة جدا، ورحلة ممتعة جدا في نفس الوقت، ولكن رحلة اخذت الكثير من المصاريف ومن الوقت ومن الجهد. اندونيسيا من اكبر الدول في العالم يا اخوة، طبعا تتكون من كثير من الجزر، الاف الجزر ربما، وواسعة جدا اندونيسيا، يعني الاف الكيلومترات. وكما شفتوا يعني اخذنا العبارة يعني اكثر من مرة، يعني لان هي عبارة على جزر، فكل مرة نوصل منطقة نضطر أن لازمنا نروح للميناء حتى نأخذ عبارة، ومن عبارة هذه ندخل الجزيرة، وبعدين الجزيرة هذه نأخذ عبارة حتى ننتقل لجزيرة أخرى. فاندونيسيا بصراحة دولة كبيرة جدا وتستحق. يعني بالنسبة للإخوة اللي عندهم هواية الرحلات يعني بالدراجة، يعني اندونيسيا تعتبر من الدول التي تصلح يعني تسوي فيها رحلة تكتشفوها بالدراجة، تكتشفوا المناظر الطبيعية والقرى والأرياف واللغات اللي عندهم والأكلات اللي عندهم مختلفة. على كل حال الحمد لله أنا سعيد أني توفقت في هذه الرحلة. كما قلت يا أخوة بقت جزيرة كاليمانتان فقط، وأنهي كل مناطق وأرجاء أندونيسيا. جزيرة كاليمانتان طبعا من أكبر الجزر كذلك في أندونيسيا، جزيرة كبيرة ربما تحتاج وقت إلى شهرين حتى نكملها. ولكن الآن خلينا نركز في رحلتنا حول إقليم أتشي. كما شفتوا الفيديوهات السابقة، الآن إن شاء الله راجعين إلى ميدان. نعود نذكر الطريق سيكون مختلف على الطريق يعني طريق الذهاب سيكون مختلف على طريق وطريق العودة يكونوا يعني مختلفان. يعني ما شاء الله تبارك الله يا إخوة، طبعا قاعدين نمر على غابة. شوفوا الغابات، يعني مناظر حلوة جدا. كذلك راح نمر على البحر بعدين، تشوفوا البحر. طبعا يا اخوة يقال يعني ان الاسلام اول ما دخل اندونيسيا دخل عن طريق هذا الاقليم اللي هو اقليم اتشي، دخل عن طريق الحضارم يا اخوة. طبعا الحضارم في وقت سابق يعني جو لاندونيسيا، هاجروا لاندونيسيا من اجل التجارة، ولكن كانوا يتعاملوا معاملة طيبة، كانوا يتميزوا الحضارم بالصدق والامان والتواضع، فوجدوا فرصة انهم يدخلوا دين الاسلام الى اندونيسيا. ويقال ان الاسلام دخل
وصل إلى إندونيسيا عن طريق الحضارة من إقليم أتشي، وبعدها انتشر إلى كامل أنحاء إندونيسيا. وحاليا إندونيسيا تعتبر من أكبر الدول الإسلامية، يعني نسبة المسلمين فيها تقريبا 85% نسبة الإسلام، يعني أكثر عدد مسلمين موجود في العالم موجود في إندونيسيا. طبعا الدولة فيها تقريبا 300 مليون نسمة، الأغلبية مسلمة. وهذا من تجار الحضارة يا إخوة، طبعا سلالتهم ما زالت موجودة إلى حد الآن. إندونيسيين هم طبعا يحملون الجنسية الإندونيسية، ولكن من أصول حضرمية، من أصول عربية. سبحان الله، هذه المعلومة حبيت أن نشاركها معكم. طبعا الإسلام دخل إلى إندونيسيا منذ فترة طويلة جدا يا أخوة، ولكن قبل الإسلام إندونيسيا ما كان عندهم دين، كانوا يعبدون يعني الأصنام والأشجار وما شابه ذلك. فالحمد لله على نعمة الإسلام أنا دخل إلى إندونيسيا يا أخوة، والآن إندونيسيا كما قلت يعني تعتبر دولة مسلمة، فيها مساجد ومسلمين، والحمد لله، يعني الحمد لله يا أخوة، هذه نعمة، يعني الفضل يعود لله سبحانه وتعالى. على فكرة يا إخوة، صاحبي الأندونيسي اللي تعرفت عليه صدفة في نقطة السفر، هذا اللي جاي من سولاويسي معانا، هو الآن يعني الطريق نفس الطريق تقريب، فهو راجع إلى سولاويسي وإحنا راجعين الميدان، ولكن بعدين راح نتفرقوا في نقطة معينة، راح نتفرقوا أنا نرجع نعود الميدان هو يواصل إلى سولاويسي. طبعا مازال الطريق طويل، مازال المسافة طويلة جدا، ولكن اتفقنا أن نمر مع بعض، ومعي الآن وراي الآن طبعا دراجته، شفتوها في الفيديو السابق، دراجته من نوع فيسبا، دراجة قديمة هو الحالة طبعا. فكانت صدفة جميلة اني تعرفت عليه، وهو الان معي اخوة، مازلنا مع بعضنا. يعني انا عاود نذكركم يا اخوة، كان عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تعطونا لايك واشتركوا في القناة، الاخوة اللي مازالوا مشتركوش شجعونا حتى نستمر ان شاء الله في نشر المزيد. طبعا اللايكات يا اخوة تفيدني انا شخصيا كصاحب قناة، لان الفيديو يكون فيه يعني عدد كبير من الاعجابات، اليوتيوب يقترح الفيديو على اشخاص اخرين وينشر الفيديو اكثر. فهذه الامور يا اخوة تفيدني انا كصاحب محتوى، لما يكون في تفاعل ويكون في لايكات ويكون في اشتراكات، انا اتشجع ان يصور ان شاء الله وانزل ان شاء الله في قناة اليوتيوب، ان شاء الله دائما انزل لكم فيديوهات. طبعا البعض منكم يتساءل كيف يا معز رحلة طويلة مثل هذه، وهل اليوتيوب يعطيك فلوس وكيف تغطي مصاريفك؟ والله شوفوا يا اخوة، نكون صريح معكم، وانا ذكرت هذا الشيء في فيديوهات سابقة، اليوتيوب يا اخوة يكون فيه فلوس عندما تكون المشاهدات مرتفعة، مشاهدات قوية، يعني الفيديو شاهده 500,000 شخص، مليون شخص، يعني ملايين المشاهدات، اوكي في هذه الحالة اليوتيوب يعطيك مبلغ محترم. اما اليوتيوب لما تكون مشاهدات ضعيفة والقناة ضعيفة متواضعة مثل قناتي، يعطيك شيء بسيط. اليوتيوب طبعا يرسل لك فلوس لما تحصل على 100 دولار، اقل شيء 100 دولار يقدر يرسلها لك، اقل من 100 دولار ما يرسل لك. انا ال 100 دولار هذه بعضها هنا احصلها بعد شهرين بعد ثلاثه حتى يرسلها الى الحساب. ولكن ما زلنا نشتغل، وما زلنا نصور فيديوهات، وما زلنا مواصلين ومستمرين في نشر المحتوى وفي الرحله، حتى ان شاء الله تكبر القناه يكون فيها فائده اكثر باذن الله. لأن الفيديوهات هذه اللي شايفينها يا إخوة فيديوهات متكلفة يعني، ولازمها مصاريف ولازمها إمكانيات، فيوم من الأيام اليوتيوب يعطينا فائدة نستثمرها كذلك في المحتوى يا إخوة، في نشر الفيديوهات. ولكن حاليا يا اخوة في بعض الاخوة جزاهم الله خير مقدرين الوضع ومتفاعلين مع الفيديوهات ويدعموني من حين الى اخر، في البعض دعمني شخصيا يعني ماديا بكل صراحة من اجل الرحلة، وعارف الرحلة هذه متكلفة يعني مصاريف وامكانيات، مقدرين الوضع يدعموا هذه الرحلة، كل شخص على حسب امكانياته. فهذا الدعم هو اللي مخليني يا اخوة مستمر في الرحلة، وبرغم انه في الصعوبات، لان حتى الدعم اللي يجيني بكل صراحة ما يكفي، وما لرحلة طويلة مثل هذه تحتاج إلى بنزين وإلى أكل وشرب وصيانة دراجة ورسوم يعني عبارة وعدة مصاريف يعني لا تحصى ولا تعد، ولكن هذا الدعم فادني بكل صراحة، إضافة إلى الشيء البسيط اللي يجيني من اليوتيوب يعني. فأنا بيني وبينكم بدأت الرحلة هذه بأقل الإمكانيات، ولكن كنت حابب يا إخوة، لأني قلت إذا كان راح أنتظر حتى يكون في فلوس، وراح أنتظر يكون في يعني مبلغ قوي، فمتى سأبدأ رحلتي؟ سأبدأ رحلتي وخلاص يا إخوة، وإن شاء الله خير. والحمد لله بالفعل بدأت الرحلة وتوفقنا، وكثير من الإخوة تفاعلوا معنا يا إخوة، والحمد لله رب العالمين. فالإنسان لازم يبدأ مهما كانت الوضعية، فهذا يعني يرجع لعزيمة الشخص، ولا
يعني الصراع لازم تكون مصر في هذه الحياة، عندك شيء أبدأ فيه. أنا عارف أن الإمكانيات ما تسمح، الظروف ما تسمح، تحتاج إلى كذا وكذا، ولكن أبدأ بأي شيء، توكل على الله وبعدين راح يجي الخير إن شاء الله. عندك حلم، عندك شغف، أبدأ فيه. وهذه الرحلة يا أخو يجي يوم تجي من وراها فائدة بإذن الله، كمثلا راعي للشركة، يعني شركة ترعى هذه الفيديوهات، ترعى هذه الرحلة، يكون بيني وبينهم شراكة كذا وكذا إن شاء الله، ليش لا؟ بإذن الله نتمنى ذلك. أهم شيء أن نشتغلوا ونستمروا بإذن الله، والاستمرارية مهمة جدا في أي شيء يا أخوة، سواء في اليوتيوب، سواء في أي نوع من أي مجال، لازمها الاستمرارية. طبعا المسافة يا أخوة من بندا أتشي إلى ميدان على حسب الطريق اللي اخترناه، طريق العودة كما قلت مختلف على طريق الذهاب، في حدود 793 كيلو، يعني تقريبا 800 كيلو، بينما طريق الذهاب كان أقصر شوي، كان تقريبا 590 كيلو، وطريق العودة في حدود 800 كيلو، فأبعد شوي. مش عارف المسافة هذه تحتاج مني يومين ثلاثة على حسب ظروف الطريق يا أخوة، فممكن المسافة هذه في يومين، ممكن أحتاج يومين أني أتوقف، يعني في الليل طبعا أتوقف، وبعدها في اليوم مثل لي بعد أن أوصل الرحلة بإذن الله. الفرق يا إخوة بين طريق الذهاب وطريق العودة، أن طريق الذهاب كان كل قرى، يعني كل ما بين مسافة ومسافة في قرية، في مباني كذا. طريق العودة لو تلاحظوا كل جبال وكل غابات، يعني حتى ما في متسكنين أصل، يعني قليل، يعني ندخل القرية وندخل المنطقة فيها متسكنين، فكل مناظر طبيعية وكل جبال وبحر وما شابه ذلك. فأنا يعجبني هذا النوع من الطرقات، أفضل من لما تكون مسوين رحلة بالدراجة، تستمتعوا أفضل يا أخوة لما تكون يعني جبل طريق، يعني جبلي وغابات وما شابه ذلك، أفضل ما تكون طريق مثلا في جزيرة جاوة. في بعض الطرقات تكون كلها تمر على المباني وتمر على القرى، يعني 200 300 كيلو وانت في المدينة، من مدينة لمدينة، تطلع من المدينة هذه تدخل مدينة ثانية وهكذا يعني. أما هذا الطريق، طريق العودة، ما شاء الله تبارك الله، يعني ممتع، وكما تشوفوا يعني ما فيش لا متسكنين ولا شيء، يعني كلها غابات وكذا يعني. للأسف يا أخوة دراجة صاحبي تعطلت، إن شاء الله بسيطة طبعا، دراجته من النوع القديم يا أخوة. طيب ممتاز الحمد لله، ما شاء الله بقرة قاطعة الطريق يا أخوة، المناطق هذه فيها كثير من الأبقار، انتبهوا يا أخوة لازم تنتبهوا، في لحظة تمر الطريق فلازم تكونوا منتبهين الحيوانات هذه. طبعا بدأ الليل يدخل يا أخوة، نزيدوا شوي ونتوقفوا إن شاء الله، شوفوا مكان نرتاحوا فيه. الحمد لله تخلعنا الليل كما تشوفوا، رحلة اليوم كانت ممتعة، الحمد لله على التوفيق يا أخوة. خلاص نزيد شوي نتوقف إن شاء الله، شوفوا فندق رخيص نرتاحوا فيه، تعبنا شوي. بكرة إن شاء الله نواصلوا بقية المسافة بإذن الله. صباح الخير، صباح الورد، وصلنا لهذه المدينة يا اخوان، اكتب لكم اسم ان شاء الله في الشاشة. نمنا ليلة الحمد لله، نواصل رحلتنا، نواصل طريقنا، كما شفتوا في الفيديو الطريق ممتع جدا ما شاء الله، اجواء رائعة. وصلنا تقريبا للمدينة هذه تقريبا الساعة 10:30 او الساعة 11، فنواصل طريقنا وخليكم معنا، ليتس جو. طيب يا اخو نشرب قهوة، نور فطور الصباح. طبعا ما زال معنا صاحبنا دراج من سلاويسي، يقول كمالك يا برؤوم.
هتذكر انك ان شاء الله ماما بالك سلاوسي. الحين هو في طريق العودة الى سلاوسي يا اخوان، طبعا التقيت بيه صدفة في صابان. طيب يا اخوة، وصلنا لنهاية الفيديو، جزاكم الله خير، نتقابلوا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.